حارب الفساد، أجهض التعصب، وأخفى التقاعس تركي آل الشيخ في 55 يوما. اللاءت آل ثلاثة في الرياضة الثلاثاء 11/0439 الثلاثاء 31 من أكتوبر 2017 2:36 صباحا تركي آل الشيخ في 55 يوما. اللاءت آل ثلاثة في الرياضة محمد سعود الرياضي لمحمد صد لم يمضي على تولي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعوديات تركي آل الشيخ منصبه بالأمر الملكي سوى 55 يوما، إلا أنه رفع اللاءات الثلاث في الرياضة معلنا مرحلة رياضية جديدة عنوانها لا فساد ولا تعصب ولا تقاعس. والخمسة وخمسين يوما التي تربع فيها الرئيس الشاب على هرم الرياضة في المملكة حافلة بالإنجازات والتغييرات والتطورات للكرة السعودية، وأعاد خلال فترة وجيزة ترتيب عدد من الأمور المتعلقة بالهيئة والمستفيدين منها ومعظمهم من فئة الشباب.